لقد تحقق هذا الإنجاز الكبير بشراكة مع 22 مؤسسة مجتمع مدني كبرى وأكثر من 500 جمعية قاعدية منتشرة في قرى ونجوع الجمهورية. أيضا تتأهب موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية لاستقبال 3 أرقام قياسية جديدة أحرزها صندوق تحيا مصر، تختص بكل من 1 أكبر حملة للتبرع بالأجهزة الطبية على مستوى العالم بما في ذلك أجهزة الغسيل الكلوي وحاضنات الأطفال وأجهزة التنفس الصناعي، 2 أكبر حملة للتبرع بالأجهزة المنزلية بواقع 4500 جهاز، 3 أكبر تبرع بالمواد الغذائية بإجمالي 1,000,000 كرتونة موجهة لمساعدة أسرنا في ربوع مصر كلها. لقد قدم صندوق تحيا مصر نموذجا يحتذى به في التعاون والتضامن بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني مصداقا لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، لرعاية الأسر المستحقة في أصعب وأدق الأوقات التي يمر بها العالم الآن، حيث أزمة كورونا وما فرضته على العالم من تكافل وتضافر للجهود. فقد أسهمت هذه الشراكات المؤسسية في مساعدة 1,000,000 أسرة مستحقة يعيشون في جميع قرى ونجوع الجمهورية. الحضور الكريم، بعد كل ما تحقق خلال السنوات القليلة الماضية، نحن اليوم أمام إطلالة جديدة للعمل الخيري تدشنها هذه الاحتفالية التي أطلقنا عليها مسمى أبواب الخير، أبواب نفتحها معا لإطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية لتصل محتوياتها إلى نحو 5 ملايين مواطن مستحق بتكلفة تقدر بنحو 650 مليون جنيه مصري، بالتعاون بين صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة. هذا بالإضافة إلى 18 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، وإلى جانب قافلة المساعدات الإنسانية التي نطلقها معا اليوم، فإننا نفتح أبواب خير أخرى للحب والرحمة والرعاية والتراحم وإنكار الذات وغيرها من المشاعر والأحاسيس النبيلة الخيرة التي نمنحها لأشخاص قريبين منا، إعمالا لمقولة إن العمل الخيري يبدأ من البيت، لنتخطى بعد ذلك عتبات بيوتنا لمساعدة الآخرين خارجها. ولضمان استدامة روافد العمل الخيري، علينا مواجهة تحديين رئيسيين على الأقل. يتمثل الأول في ترسيخ العمل الخيري في قلوب وعقول أجيال المستقبل. نحن بحاجة إلى تعليم وتدريب أولادنا كيف يكونوا خيرين بأن نكون القدوة الحسنة لهم. أيضا نحن بحاجة إلى تدريب أطفالنا وشبابنا في البيوت والمدارس على مهارة التعاطف مع الآخرين باعتبارها جوهر العمل الخيري ومحركه الرئيسي، وأن نشركهم فيما نقوم به من أعمال خيرية ونعبر لهم عما نشعر به من سكينة وراحة بال بعدها، ونذكرهم ونذكر معهم أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. علينا كذلك أن نقص عليهم التأثير الإيجابي لأعمالنا الخيرية على المستفيدين منها وعلى نسيجنا المجتمعي كله. نواجه معا تحديا آخر، حيث أصبح لزاما علينا استقطاب المزيد من المتطوعين واستهداف جميع الأفراد والأسر التي تحتاج إلى دعم حتى لا نترك أحد خلف الركاب، مع العمل على تمكينهم اقتصاديا ليتحولوا بعد فترة من متلقين للعمل الخيري إلى مشاركين فيه.